بعد ما تعرفنا على أحوال الطقس، تعالوا بقى نعرف أسعار العملات وأسعار الذهب إيه. ما حصلش أي تغيير منذ الأمس سواء في أسعار العملات أو حتى في أسعار الذهب. خلونا نبتدي بالعملة وحبتدي بالدولار الأمريكي اللي سجل الشراء 19.44 جنيه، أما البيع ف 19.55 جنيه. يمكن في الدولار قرشين زيادة تقريبا عن الأمس. اليورو سجل الشراء 18.74 جنيه، أما البيع ف 18.85 جنيه. ما زال اليورو أقل بكثير وبينزل بمعدل يومي تقريبا مقارنة بالدولار. الجنيه الاسترليني سجل الشراء 20.98 جنيه، أما البيع ف 21.11 جنيه. الريال السعودي سجل شراء 5.17 جنيه، أما البيع ف 5.20 جنيه. ما زال الريال السعودي في حالة صعود. الدينار الكويتي سجل الشراء 62.58 جنيه، أما البيع ف 62.96 جنيه. ده بالنسبة للعملات. طب تعالوا نشوف أسعار الذهب حصل فيها تغيير. بقول لكم ما حصلش فيها أي تغيير عن الأمس، حيث سجل أيار 18.965، أيار 21.130، أما أيار 24.291، والجنيه الذهب زي ما هو امبارح ب 9040 جنيه.